ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على التخاطر واكتر الابراج اللي هيكون عندها نسبة تخاطر عالية جدا ونسبة نجاح كبيرة في التخاطر، وروحانيات كمان هتكون عالية جدا، والروحانيات العالية دي هي اللي هتساعدكم ان انتوا تكونوا اقوية في التخاطر لو انتوا بتعملوه. كمان هيكون عندكم كتير قوي قوي من الاشخاص اللي هتوضح ليكم بصورة كبيرة جدا من الناس اللي حواليكم باحساسكم وبالشفافية اللي عندكم. هيكون عندكم طاقة قوية جدا هتمدكم بان انتوا هتكونوا اكتر شفافية، واكتر ان انتوا تكونوا على يعني تحسوا ان الناس كلها قدامكم مكشوفة، وبالتالي هتعرفوا اشخاص كتير مزيفين واشخاص كتير يعني نقدر نقول ان هم يعني ما ينفعش ان هنقطع علاقتنا بيهم تماما. وده هيكون نوعا ما من الشفافية اللي عندنا ومن الروحانيات العالية اللي عندنا هي اللي غلبتنا على ده، وفي الاخر هنعرف ان الروحانيات بتاعتنا هتنقذنا من حاجات كتير قوي قوي قوي. ودي اكتر الابراج اللي هتكلم عنها النهاردة، هي ابراج محظوظة بده جدا، ان انتم عندكم قدرة على الروحانيات بشكل عالي، عندكم شفافية هايلة قوي، عندكم قدرة على التخاطر بشكل ناجح. اول الابراج اللي هتكلم عنها النهاردة وهو برج الحوت. برج الحوت انت تستاهل رقم واحد في النقطة دي بالذات. ليه؟ لان برج الحوت طبعا انت من ضمن اكتر الابراج حظا، ويمكن قلت نقطة معينة في موضوع اكتر الابراج حظا بالنسبة للحوت، ان هو هيكتشف اشخاص جديدة، ويعني مش هيكتشف اشخاص جديدة، هيكتشف اشخاص مزيفة من الاصدقاء وبعض معارفه ان هم ناس مش كويسين، ما يستاهلوش صداقته، ما يستاهلوش معرفته. فبالتالي برج الحوت هيقطع علاقته تماما بالاشخاص دي، فده من ضمن الحظ اللي عنده. كمان زائد ان برج الحوت بالطبيعي عنده روحانيات هايلة قوي قوي، ولكن من ضمن الحظ اللي موجود عنده ان هو هيكون روحانياته اعلى ومزبط دماغه بشكل صحيح جدا، ان هو يعني يدي الفرصة للروحانيات بتاعته ويسمع كلام قلبه واحساسه ويمشي ورا قلبه واحساسه، وده هي يديله طريق صحيح جدا جدا، وده اللي هيخليه من ضمن اكتر الابراج حظا. كمان هيكون عنده قدرة كبيرة جدا جدا على التخاطر، نظرا ان هو عنده شفافية من جواه، فهيكون عنده يعني نظرة شفافية اكتر، ان هو يكون عنده قدرة على انه يفتح عقله الباطن بشكل كبير جدا جدا، على ان هو الحاجة اللي عايزها هيقدر يوصل لها ازاي عن طريق التخاطر. طبعا احنا قلنا قبل كده ان التخاطر مش تخاطر كعلاقة حب او علاقة ما بين شخص وشخص فقط، ولكن التخاطر انا اقدر اعمل تخاطر عشان اكسب مال او العمل، او اعمل تخاطر على اي حاجة انا عايزاها، و طريقة فعالة جدا 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 جدا، وده هنبقى نتكلم عليه بعد كده يعني، او اتكلمنا كمان عليه مرة فاتت وهنتكلم عليه مرة تانية ان شاء الله. خلوني اتكلم على البرج رقم 2 وهو برج الجوزاء. برج الجوزاء ممكن يكون مش معروف ان هو عنده روحانيات بقدر الابراج التانية اللي هنتكلم عنها، ولكن برج الجوزاء هو من اكتر الابراج عندها حظ بشكل كبير جدا في 2020، ولكن الحظ ده هيكون عنده مساعدة كبيرة قوي ان برج الجوزاء يتعامل بروحانيات عالية بشفافية اكتر، بان هو يكون كاشف كل حاجة حواليه، فبالتالي ده هيساعده تماما ان هو يتعامل مع الحاجات اللي حواليه، يتعامل مع الاشخاص اللي حواليه، ان الحاجات دي هتخليه يكون قد ايه انسان ناجح، قد ايه هيكون فكره واعي، قد ايه بيستخدم عقله الباطن قبل ما يروح عمل، قبل ما يروح يقابل اشخاص، قبل ما يروح على مقابلة، قبل ما يروح على حب جديد. هيعمل نوعا ما من التخاطر اللي هيخليه يبقى عارف الخطوات اللي هيعملها ايه، ويكون حاسس جدا رد فعل اللي قدامه ايه. ده طبعا زائد ان انت عندك حظ في حاجات كتيرة. اللي ما سمعش فيديو الاكتر الابراج حظ في 2020 او 2020 يسمعه، لانه هيكون مفيد جدا جدا بالنسبة له ومبشر قوي قوي. يمكن كمان قلنا سنة 2020 هتبقى سنة احلى بكتير من الفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت بشكل كبير على مجموعة كبيرة من الابراج. خلوني اتكلم على البرج رقم 3 وهو برج الحمل. برج الحمل عندك روحانيات هايلة الفترة دي، برضو في نفس النقطة اللي اتكلمنا عنها في البرجين اللي فاتوا، ان هم او ان انت هتكتشف اشخاص برضو اشخاص مش كويسة. عندك علو كبير في مجالك المهني والمادي والعاطفي والاجتماعي والوضع الصحي، في تحسينات بشكل كبير جدا جدا، وده هيكون ليه
ليه دور كبير من الروحانيات اللي عندك، وليه علاقة كبيرة قوي قوي ببعض، يعني الموضوعين ليهم علاقة كبيرة جدا ببعض. هتسيب نفسك لإحساسك، وهتسيب نفسك ان انت تفكر قبل ما تعمل اي حاجة، اللي هو كمان انك تعمل تخاطر تفكيرك في الموضوع بشكل دقيق جدا جدا، وانك تتخيل بكرة بشكل رائع، لان كتير من برج الحمل عايزين الحاجة الحلوة، عايزين الفرصة، عايزين الحاجة الايجابية جدا، وده هيساعدهم تماما ان هم يكونوا عندهم قدرة على التخاطر، وبالتالي هيساعدهم جدا ان هم يمتلكوا الحظ في 2020. فهيكون شيء رائع جدا، يعني هنيئا ليكم قوي قوي ان انتوا ما يكون عندكم قدرة على الروحانيات. انتوا اساسا عندكم روحانيات، ولكن في 2020 هتكون اكتر بكتير قوي قوي عن الفترة اللي فاتت، اكتر بكتير عن ما كنا احنا نتوقع ان احنا نملك الروحانيات دي. كمان هيكون عندك القدرة على احلامك، هتكون مفسرة قوي قوي للواقع بتاعك، والواقع بتاع بكرة هيكون عامل ازاي. هتبدأ ان انت من تفكيرك في بكرة هتبدأ انك تحلم ببكرة، هتبدأ ان انت تعرف اشخاص وتعلم عليهم علامة اكس، وهتعرف اصدقاء جداد، وهيكون روحانياتك العالية هتكون عندك قابلية كتير قوي قوي ان انت تنجح. وكمان خلوني اقول نقطة تانية، من ضمن روحانياتك العالية يا برج الحمل، ومن ضمن مجموعة الابراج اللي احنا هنتكلمنا عنها وهنتكلم عنها، هيكون عندكم روحانيات ان انتم القدرة على ان انتوا تصدوا شوية السحر. عندكم عين ولكن هتصدوا السحر، في فرق ما بين العين والحسد والسحر بنسبة كبيرة تماما. فيكون عندكم القدرة على حل مشكلة تخصكم، على حل مشكلة تخص الاخرين، يعني هيكون عندكم من الشفافية العالية والروحانيات العالية بتخلي الانسان يكون قادر انه يتحكم في الطاقة السلبية اللي موجودة عنده. متهيألي ده موضوع كبير، ولكن فيما معناه خلاصته ان هيكون عندكم قدرة على ان انتوا لو عندكم مشكلة خاصة بحسد سحر الحاجات اللي زي كده، عندكم قدرة ان انتوا تحلوها بنفسكم، بس لو انتوا ركزتوا شوية هتحلوها بنفسكم. خلوني اتكلم على البرج رقم 4 وهو برج العذراء. برج العذراء عندك روحانيات هايلة هايلة، يعني انت طبيعي عندك روحانيات، ومن ضمن اكتر الابراج اللي تملك روحانيات هايلة. 2020 هيكون عندك النسبة عالية بقى، يعني هيكون عندك ان انت تكون ناجح في روحانياتك، ناجح في تفكيرك، ناجح في تشغيل عقلك الباطن، ناجح في ان انت تعمل تخاطر كتير. برج العذراء هيمر في 2020 بنسبة تخاطر محدش مر بيها قبل كده، هيعمل تخاطر كتير قوي 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 في العاطفة، في الحياة العاطفية، في الشخص اللي انا معجبة بيه، في الشخص اللي معجب بيا، في مش عارفة مين، فهيعمله تخاطر بنسبة كبيرة جدا جدا، وهتكونوا اغلبيتها تكون نجاح. هيبدأ ان انتم التخاطر الناجح بيكون سببه انك عندك روحانيات هايلة، وان انت عندك شفافية، شفافية انك منظف نفسك من جواك، يعني كمان هتكون داخل السنة يا برج العذراء وانت يعني قادر انك مش تنهي المشاكل، ولكن تدخل بنية صافية. اساسا برج العذراء كتير قوي قوي منهم نيته صافية، قليل بيبقى اشخاص ملاهم الغل او بسبب مشاكل وضغط، ده ناس ما نحكمش عليها لان بيكون اكيد غصب عنها، ولكن برج العذراء مش طبعه ان هو يغل او ان هو يكون من جواه هموم او مشاكل. فعندك شفافية تصفي نفسك من الاخر، نيتك هتكون صافية تماما، هيكون عندك قدرة على ان انت تبص لمستقبلك ولحياتك، وهتملك الروحانيات الهائلة جدا العالية جدا اللي هتسبب ليكم نجاحات قوية تماما في حياتكم العاطفية اول شيء، وبعد كده حياتكم المهنية نجاحاتها تبقى حلوة جدا ومرضية جدا جدا عن اواخر 2019. كمان خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده هو برج الدلو. برج الدلو عندك روحانيات بطبيعتك، ولكن 2020 هتبقى روحانياتك اعلى بكتير وشفافية عالية، وعندك قدرة على التخاطر بنسبة هايلة قوي، ومن كتر ما انت هتكون تملك روحانيات عالية وطاقة ايجابية رائعة جدا، فهيكون عندكم نسبة كبيرة تماما من
تنافر للسحر والحسد والكلام ده، مع انكم من ضمن اكتر الابراج اللي فيها حسد، ولكن هتكونوا يعني محظوظين في نقطة ان احنا بنصد ده من شفافيتنا وروحانياتنا الهايلة والعالية، ان احنا هنقدر نصد الكلام ده تماما، ونبقى مش هنقدر نصد كله ولكن هنقدر نصد نسبة كبيرة تماما، ونقدر ان احنا نعالج نفسنا قوي، وهيكون عندنا القدرة على ده بسبب ان احنا روحانياتنا وايماننا القوي قوي، ايماننا بربنا وايماننا نفسنا هيكون سنة مختلفة تماما. ويعني من بدايتها يا برج الدلو هتشوف نفسك، هتلاقي نفسك مستغربك كده، يعني انت هتستغرب نفسك جدا ان ايه ده، انا حاسس ان انا بقيت مؤمن كده وعندي روحانيات حلوة وبقيت ناجح وبقيت عندي تخاطر وبتخيل الحاجة واشغل عقلي الباطن وافكر تماما واركز هيكون دفعة قوية قوي قوي للنجاح. يمكن من وجهة نظري ان النجاح بيبدأ من الروحانيات والتخاطر، عندك الحاجتين دول بشكل قوي فانت على مشارف النجاح، على ان انت تقدر تمتلك حظوظ قوية، انت بتقدر انك تجذب الحظ ليك بصفاء نيتك وبشفافيتك العالية وروحانياتك الهائلة وتعاملاتك، وفي نفس الوقت القدرة على التخاطر بنجاح قوي قوي، فبتقدر انك تجذب الحظوظ ليك وبتقدر تجذب الناس حوالينك بشكل هائل جدا. خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده، طبعا اعذروني ان انا بتكلم بطريقة سريعة بس اختصارا للوقت. البرج اللي بعد كده هو برج الميزان. برج الميزان معروف عنك عندك قدرة على الروحانيات بنسبة كبيرة قوي، وعندك تخاطر بيكون ناجح اغلب الوقت، فعندك 2020 دعم اكتر وسنة السعادة وسنة مليانة فرح كتير جدا جدا، وده هيكون دفعة قوية للسعادة والنجاح، يعني الروحانيات اللي عندك وان انت هتكون بتفكر بطريقة صحيحة قوي، الروحانيات اللي عندك والشفافية اللي عندك مخلية اهدافك بس اللي تكون قدامك، طموحك بس اللي تكون قدامك، روحانياتك هتقدر ان انت تنهي علاقاتك مع ناس مزيفة، روحانياتك هتنهي علاقاتك مع ناس يتمنوا ليك الشر، هتبدأ ان انت تعرف الشخص اللي هيكون بيسحرك او بيحسدك او بيديلك عين وتعمل عليه علامة اكس وتبعد عنه. وكمان عايز اقول بالنسبة للتخاطر لبرج الميزان، برج الميزان اغلبيته بيعمل تخاطر وهو ما يعرفش ان ده تخاطر، يعني كتير قوي قوي من برج الميزان قبل ما ينام كده لازم يقعد يفكر انا لو انا بقيت كذا هعمل ايه، ولما اروح في كذا هعمل ايه، ولما ارتبط بحبيبي ده هيعمل ايه معايا، وهنتكلم مع بعض ايه، وهنروح فين. كتير قوي قوي برج الميزان بيعمل تخاطر ويحس ان الاجابه جات له، ويحس ايه ده بكره فعلا انا ممكن اعمل كذا، ويلاقي نفسه بكره جه وعمل كذا 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 من الحاجات اللي فكر فيها، هو مش حلم بيها هو فكر فيها وبدات ان هي تحصل معاه، وده نوعا ما من التخاطر اللي كتير من برج الميزان ما يعرفش ان ده نوع ما من التخاطر. فعندنا نجاحات قويه جدا، عندنا كمان نسبه بقى احلامنا، يعني كتير من برج الميزان اللي كان بيحلم كتير قوي قوي وحاجات كانت بتحصل في الحقيقه، يمكن الفترة في آخر 2019 الوضع ده بقى قليل عند الناس، يعني في ناس ما بقتش تحلم كتير، ده نظرا ان برج الميزان بدأ انه يحكي يقول انا ما بحلم بكذا بيحصل، انا ما بيحصل معايا كذا بيحصل، بشوفه قدامي اما بحس حاجة بتحصل، فده بدأ يخف. ليه؟ لانكم اتحسدتوا، فلازم ان احنا نخلي بالنا تماما، الوضع هيكون رجع لنا مرة تانية، نبدأ ان احنا نحلم مرة تانية، عندنا الروحانيات هتجيلنا بدفعة والطاقة الايجابية دي هتجيلنا بدفعة جدا جدا، وده اللي يمكن يكون سبب في ان يعني هيكون انتوا عندكم مؤمنين بنفسكم قوي، يعني برج الميزان لما يكون عنده روحانيات هايله وعاليه وقادر ان هو يعمل تخاطر فبيبقى مؤمن بنفسه ومؤمن بربنا طبعا ومؤمن بنفسه ان هو هيعرف يحل مشكله بيمر بيها، هيعرف يعمل كذا، هي الدنيا هتعدي، فده هيخلي عندكم ثقه في النفس وثقه ان انتوا تكونوا سعداء وناجحين تماما، وده اللي هيكون اغلبيه النقطه دي هي السبب في ان انتوا هتكونوا ناجحين او ليكم حظ في 2020. خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده، هو برج السرطان اللي بيملك برضو كتير من الروحانيات الهائله قوي قوي، يمكن التخاطر شويه ما بيكونش ناجح فيه قد الابراج التانية، ولكن في 2020 انت هتكون ناجح في نسبه التخاطر دي، يمكن تسرع او نسبه تشاؤم شويه برج السرطان ما بتنجحوش في التخاطر، ولكن في 2020 انت هتكون اكثر شويه تفاؤل،
عندك مفاجآت كتيرة هتخليك انك تكون متفائل اكتر وحابب انك تكون سعيد ومبسوط اكتر، وده هيساعدك انك تعمل تخاطر وينجح معاك. ممكن ما ينجحش من اول مرة، ولكن هينجح من الفترات اللي بعد كده. كمان عندك روحانيات هايلة قوي 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 الفترة اللي جاية، يمكن في اخر 2019 روحانياتك بدأت ان هي يغلب عليها الشكوك او يغلب عليها اراء من الاخرين. 2020 هتكون روحانياتك نابعة منك انت، شفافيتك هي اللي متحكمة في روحانياتك، متحكمة في اراء آرائك على الأشخاص، آرائك على الناس، إنك تتعامل مع الناس إزاي. كان من روحانياتك اللي كنت بتتعامل بيها كانت شوية فيها تأثير خارجي، فما كنتش بتتعامل من نفسك أو من تلقاء نفسك، لكن من 2020 هتتعامل من تلقاء نفسك جدا جدا، وده هيساعدك على إنك تشوف الأوضاع بشكل صحيح تماما وتشوف الناس بشكل صحيح تماما. كمان آخر برج هتكلم عنه هو برج الأسد. برج الأسد أنت يعني هيكون الوضع رائع تماما في النقطة دي، إنك هيكون عندك نسبة من الروحانيات والشفافية اللي هايلة قوي الفترة اللي جاية من 2020، وهيكون عندك قدرة بمعرفة الناس أكتر من خلال شفافيتك اللي هتكون موجودة عندك، لأن خلاص برج الأسد شوية عمل حاجة هي حلوة جدا، وهو ده اللي هيكون مخلي النقطتين دول عنده قويين جدا، ان هو شال كل حاجة من دماغه وكبر دماغه تماما، فده هيساعدك انك تكون عندك روحانيات اكتر، ان هتكتشف اشخاص جديدة تماما، هتكتشف اشخاص ان هم ممكن يكونوا انت كنت ظالمهم، اشخاص انت كنت بتحبهم جدا هيطلعوا مزيفين، اشخاص هتكتشفهم على حقيقتهم. كمان هيكون عندك قوة رائعة على التخاطر، وكتير من برج الأسد هيلجأ للتخاطر من بداية 2020، ولكن هيكون ناجح معاه وهيجيب لك فايدة كبيرة قوي قوي، وهيكون الجو رائع تماما مع برج الأسد في النقطة دي. باقي الأبراج اللي ما اتكلمناش عنها هيكون عندهم روحانيات وهيكون عندهم تخاطر، ولكن بنسب مختلفة مش زي الأبراج اللي اتكلمنا عنها، ممكن يكون نسب قليلة في نسب أكتر شوية، ولكن الأكتر الأبراج النسب هي دي اللي احنا اتكلمنا عنها. طبعا بعتذر ان انا طولت عليكم، لاني عارفه انا طولت عليكم، وعذروني ان انا بتكلم بشكل سريع عشان اختصارا للوقت واقدر اجمع الموضوع بشكل اكتر. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.